دورة اللغة الإنجليزية للمعهد الأمريكي تمارا في بيئة العمل موظفين ورجال أعمال. هذه الدورة يتم التركيز على اللغة الإنجليزية في بيئة العمل من حيث المصطلحات الشائعة التي تستخدم في العمل وكيفية كتابة الرسائل الرسمية باللغة الإنجليزية للتواصل مع الشركات. خلال هذه الدورة سيقوم المدرس بإجراء محادثات مع الطالب في مجال عمله. بعد نهاية الدورة سيحصل الطالب على قدر كاف من الكلمات والمصطلحات الإنجليزية في مجال عمله. سيصبح الطالب قادرا على كتابة الرسائل الرسمية في اللغة الإنجليزية. للاستفسار عن دوراتنا المرجو الاتصال بالمعهد الأمريكي تمارا